زمان واحنا صغننين كلنا سمعنا غنوة لياسمين الخيام، بحييها جدا الحاجة ياسمين، اسمها محمد يا رسول الله. وافتكر ان الغنوة دي اثرت في اجيال كتيرة جدا جدا. طبعا هي الموسيقى والالحان للرائع الراحل جمال سلامة. لكن الحقيقة وانا طفلة صغيرة جدا لما كنت اسمع الغنوة دي محمد يا رسول الله، كنت اقف عند الكوبليهات والحاجة ياسمين تقول دعوة ابراهيم ونبوءة موسى، ترنيمة إبراهيم وبشارة عيسى. فالحقيقة الجملة من كتر ما هي عبقرية، والواحد طفل وأنا كنت طفل متأملة يعني ما بعديش الحاجات، فوقفت اللي هو دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود أيوة وبشارة عيسى. أنا أسفة لو قلت حاجة غلط في الأول. فقعدت أقول الله، هو سيدنا داود ده مين يا بابا؟ فيقول لك ده، أو داود ده مين يا بابا؟ يقول لي ده سيدنا داود ده نبي، وكان له ترانيم وله مزامير وله مش عارف إيه. طب وسيدنا وموسى بقى؟ يقول لي ده نبي برضه، سيدنا موسى، اسمه سيدنا موسى، وهو كان عنده نبوءات. وسيدنا إبراهيم عنده دعوة، وسيدنا عيسى عنده بشارة. فانتبهت، كانت أول أو الغنوة دي كانت سبب أن أنا أنتبه للديانات السماوية وأسماء الرسل والحكاية دي كلها. صحيح كنت في مدارس كمان أنا مسيحية، مدارس راهبات، فقمت رايحة على طول بقى لما عرفت أنه سيدنا عيسى ده عليه السلام طبعا هو نبي المسيحيين. فقمت رايحة على طول على السير مارسيل بتاعتي وقلت لها أنا عايزة أغني غنوة دعوة إبراهيم. قالت لي إيه غنوة دعوة إبراهيم دي يا بسان؟ قلت لها اللي هي الست بتقول فيها دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، مش بشارة عيسى ده اللي هو هنا اللي في الكنيسة اللي في الجنب دي اللي بتاخدوا فيها زمايلنا وتروحوا حصة الدين. قالت لي آه، وضحكت جدا، وبدأت هي تحفظني على البيانو الغنوة وبقيت أغنيها في الحفلات. بحكي لكم الحكاية دي ليه؟ لأنها حكاية يعني هي مش شخصية، لكن أنا بقول بيها إنه الفن طول الوقت الكلمة الحلوة اللي ليها معنى واللي ليها هدف تأثر في جيل، تخليه يدور وتخليه يفكر وتخليه يقرأ ويدور، وده اللي مطلوب طول الوقت من القوى الناعمة أو من مصطلح القوى الناعمة اللي بنسمعه في كل حتة. هي إيه القوى الناعمة؟ الكلمة الحلوة في الغنوة، اللحن اللي يأثر فيك ويشجيك كده ويخليك جسمك يقشعر كده فتقعد تدور يمين وشمال. بقول الكلام ده كمان بمناسبة الاحتفال في الأول من يونيو من كل عام بمسار العائلة المقدسة. والحقيقة اكتشفت زي ما قلت كده في لينك قبل كده من صديقتي كورين شنودة، صديقة لي على الفيسبوك، وهي كاتبة انه عرفت اصل المثل، هو انا هضرب الارض تطلع بطيخ. فقلت ايه علاقة ده بالرحلة العائلة المقدسة؟ فلقيت بقى كورين كاتبة ايه، خلال رحلة هروبهم الطويلة بمصر مرت العائلة المقدسة بحقل، فطلبوا من صاحبة الاستراحة فيه من صاحبه الاستراحة فيه، فأذن لهم وسقاهم ماء من بئره وجلس معهم وسألهم عما أتى بهم لهذا المكان بعد أن لاحظ أنهم أغراب. فروت له السيدة العذراء قصة قدومهم هربا من هيرودس اللي بيطلب هذا الصبي الصغير اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام ليهلكه، فثار أو تأثر الرجل من الكلام أو حكاية ستنا مريم. فأشارت العذراء مريم لبذور البطيخ التي يخزنها صاحب الحقل وقالت له إنك اليوم تزرع هذه البذور في الأرض، وبقوة ابن الحبيب يسوع المسيح ستقوم غدا وتنظر حقلك الذي زرعت فيه البذور اليوم وقد صار كله بطيخ. المهم يعني عشان ما أرلكوش من الورق، الحكاية إنه ستنا مريم قالت للرجل صاحب الغيط، قالت له بص أنت عندك بذور ازرعها، وبكرة بقى وبشارة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام بكرة هتبقى بطيخ، بس لو عد عليك بطيخ بطيخ بقى، يعني مش 3 شهور هيعدوا ولا 4 شهور عشان يبقى، لا بكرة الصبح هيبقى بطيخ البذرة دي. فالراجل استغرب جدا، قالت له طيب بس بشرط انه لو عد عليك جنود هيروتس اللي هم عايزين ياخدوا ابني
تقول لهم منه الست وابنها والراجل اللي معاهم اللي هو يوسف النجار عدوا من هنا من 3 شهور عشان يفقدوا الأثر. تاني يوم الراجل صاحب الغيط صاحب النوم بص لقى الغيط بقى كله بطيخ. في يوم وليلة هذه البشارات بشارة عيسى وبركة العائلة المقدسة في مصر.